jungle. مشروب الكركديه الطبيعي ولا أروع في رمضان، سواء كان عمل على الساخن أو على البارد فهو راح يدينا نفس النتيجة. أما عن فوائد مشروب الكركديه فهو مقوي لجهاز المناعة ومضاد للأكسدة وطارد للسموم ومخفض للضغط ومخفض للكوليسترول والدهون الثلاثية وغني بفيتامين جيم اللي إحنا بدنا إياه كمضاد للفيروسات ومضاد للإنفلونزا والرشح ومفيد جدا للوقاية من كورونا. وأيضا الكركديه يعتبر مشروب رائع جدا كمضاد للاكتئاب.